انا امتى اتوجه للدكتور فورا؟ اروح للدكتور وقت لما قال ان حياتي وقفت. يعني ايه وقفت؟ اي حد فينا بيجيله مرض نفسي، زي ما قلت لك كلنا جالنا اكتئاب، كلنا طبعا، وخصوصا في فتره تغيير الفصول. طبيعي جدا الفتره اللي احنا فيها دي، انا ناس كتير جدا تكلم في التليفون، يا دكتور جمال في يا عم ما تجيش، هي هتقعد لها يومين ثلاثه وهتعدي ما تخافش. انا مخنوق، انا قعدت اسبوعين كنت مش عارف انزل شغلي، مش عارف امارس حياتي، بنت مش عارف اذاكر، الولد مش عارف يروح شغله كذا. لا تعالي. ركود، حاله ركود. طالما وصلنا اسبوعين متتاليين ان اي مرض له خط سير، صح، من ضمن خط السير بتاعه تويت.